مرحبا جميعا. 1/1 فيرست اوف جانيوري راس السنه وعيد ميلادي. بهالمناسبة السعيدة وبالمناسبة الثانية اللي كتير سعيدة انه جي توكس شانل وصلت ل 3000 سبسكرايبر which is اشي كتير منيح بالنسبة لي. اوكي كان تقدم شوي بطيء لكن الشغل على الشانل الحمد لله انا كتير مبسوط فيه وان شاء الله انه يكون عم بيساعد ناس كتير انها هي تستفيد من هاي الشانل انها هي تقدر توصل للاشي اللي هي بدها اياه في الموضوع اللي احنا عم نحكي فيه على الشانل. ان شاء الله يا رب الكل يكون انبسط في عيد ميلادي واحتفلوا زي ما كل الناس شفتهم انا على السوشيال ميديا احتفلوا في يوم عيد ميلادي 1 جان 2020 وان شاء الله انها تكون يا رب سنه خير وانجازات وسعاده وانبساط على كل الناس سواء اللي بشوفونا على الشانل او اللي ما بشوفونا على الشانل ان شاء الله راح يصيروا تشوفونا على هاي الشانل. اللي بدي احكي بهاي المناسبه اللي كثير سعيد منها احنا وصلنا للمايلستون 3000 وتشيز شيء كثير انا مبسوط فيه. اول شيء طبعا 3000 ثانك يو ل3000 مشترك اللي اشتركوا على الشانل اللي عم بتابعوا هاي الشانل و3000 شكرا للناس اللي ان شاء الله راح يتفاعلوا او اللي راح يعملوا سبسكرايب ان شاء الله قريبا على الشانل تبعنا وان شاء الله هتصير مفيده بالنسبه لعدد كثير كبير من الناس. اللي حاب احكي بهاي المناسبه انه احنا في عندنا تو شانلز، الاولى اللي هي جي توكس اللي احنا عم نشوف عليها هذا الفيديو حاليا والثانيه اللي هي ليرنينج اللي برضه راح احطها في الديسكربشن او في صندوق الوصف لهذا الفيديو اللي راح احاول احطها في الكاردز الموجودين. خلينا كلنا نشترك عليها اذا كنا مهندسين او انتيريور ديزاينرز او خلينا نحكي اركيتكتس او ديزاينرز ان جنرال وراح نحكي عن شو المواضيع اللي راح تنزل على الاي ليرنينج. بس اليوم احنا نحكي عن جي توكس تحديدا في هذا الفيديو. جي توكس تعودنا نحن ننزل الفيديو فيها كل يوم احد وحسب موضوع الفيديو بنحط هذا الفيديو في واحده من البلاي ليست الموجوده عندنا على الشانل. اذا كان الموضوع الجديد اللي عم بينزل فيه الفيديو عم نعمل بلاي ليست جديده. اليوم بالسنه الجديده 2020 انا حابب اني انا ازيد الفائده وننوع شوي في المحتوى اللي احنا عم نحكي فيه على الشانل بس ستيل تحت المظله اللي احنا عم بتفيدنا كلنا. كيف يا جاسر انت ناوي انك انت تفيدنا بهذا الموضوع؟ راح يصير في عندنا 3 سيريز راح ينزلوا عنا على الشانل بدل ما هي كل يوم تحت عندنا سنجل فيديو. راح يصير في عندنا 3 سيريز او 3 سلسله من الفيديوهات راح تصير تنزل فيها فيديوهات بثلاثه كاتيجوريز رئيسيه على الشانل. الاولى واللي هي اكيد ديفينتلي راح نحافظ عليها لانه اللي بيتابعوا الشانل عم يستفيدوا منها كثير واللي هي الوظيفه والتوظيف والشغل والعمل وتطوير الذات والى اخره واللي نويت اسميها او اختصرها بتسميه شيء اسمه وظفه. عن موضوع الوظيفه والعمل والتشغيل والشغل والسي فيز والايميلات والى اخره كل هاي المواضيع المختصه بالعمل واللي حابب انه يلاقي وظيفه او يشتغل او يجي يشتغل في مكان معين او سو اون. فهيك احنا بنكون حكينا عن الموضوع الاول اللي هو وظفك. الموضوع الثاني اللي راح تصير تنزل فيه للشانل طبعا وظفك راح تصير تنزل كل يوم احد زي ما احنا متعودين عليه اللي هو الفيديو نفسه اللي احنا بنحضره دائما كل يوم احد. الموضوع الثاني اللي راح تصير تنزل عندنا على الشانل اللي هو راح تصير تنزل كل يوم ثلاثاء. سوري اذا في نويز ممكن يكون في نويز لانه انا في بابليك بارك واللي احنا كلنا يمكن صرنا عارفينها اللي بتابعوا للشانل اللي هي حديقه المتحف الاسلامي وهو اكثر مكان احب ان اصور فيه بس مرات تكون في شوي نويز. الموضوع الثاني اللي راح يصير ينزل على الشانل واللي هو انا لقيت انه احنا مرات نحكي فيه واللي هو موضوع مفيد للكل مفيد لي مفيد لكم ان شاء الله واللي هو موضوع انا حبيت اسميه اعرف اكثر سمينا السيريز نو مور اعرف اكثر. في هاي السيريز راح نحكي عن مواضيع معلومات عامه تكون مفيده للجميع وان شاء الله انها تكون مفيده للجميع. راح نشترك فيها انا وانتو راح تصير اشوف الكومنتس اللي عم تصير على الفيديوز سواء لتحسين محتوى الفيديوز او لاقتراح محتوى احنا ممكن كلنا نشارك فيه معلومه انا حابين نحكي فيها او انا حابب ان اشارك فيها راح تنزل بها. الموضوع الثالث اللي هو كثير ناس من اصدقائي من الناس اللي بتابعوا الناس اللي بيحكوا معي على السوشيال ميديا بيحكوا لي شوي جامد دائما عم تحكي عن الوظيفه عن التوظيف وعن معلومات والى اخره حبيت ان انا اقترح المفصل تبع الشانل تبعنا انه يتغير شوي وراح يصير ينزل عندنا كل يوم خميس فيديو. هذا الفيديو سميت السيريز تبعتها نكشه مخ زي ما الاموره اللي ورايا عم تنكش مخها عم بتعلي صوتها وانا قاعد بصور مثلا. راح يصير في عندنا سيريز اسمها نكشه هاي نقش
راح تكون عباره عن مزح وضحك وتسليه والى اخره. ان شاء الله انها تنجح هذه السيريز، لان متعود على الشانل اكون يمكن شوي سيريس، يمكن شوي مود بروفيشنال في الحكي، يمكن شوي ما بمزح ما بضحك، بس في هاي السيريز ان شاء الله راح نحاول نحط مواضيع تكون مسليه مضحكه، ناخذ مع بعض فيها، ننكش مقارنة على بعض فيها ان شاء الله، نمزح مع بعض فيها ان شاء الله. وبرضه لما تشاركوني في الكومنت راح اخذ فيدباك كثير عالي على المواضيع اللي متفقتنا عليها وعلى الاسلوب اللي متفقتنا فيه، ان شاء الله انها تكون مفيده ومسليه ومضحكه. راح اشوفكم ان شاء الله كل يوم احد وثلاثة وخميس على الشانل، وان شاء الله انها تكون بداية خير وانجازات واحتفالات سعادة على الكل في سنة 2020. شكرا لكم، يعطيكم العافية.